مخبوص هذا البلد. صبحت المحكمة الاتحادية تعلن وفاة قانون الأمن الغذائي، يعني لا مشاريع ولا نفقات ولا مبررات، لأن الحكومة اللي تقدمت به منزوعة الصلاحيات. وأفرش ونام يا قانون الموازنة ما دام الانسداد قاعد. المستقلين اللي لهم للسماء ولهم للقاع كتبوا مبادرة من 4 أوراق ونشروها بالإعلام، رادوا حرية باختيار رئيس الحكومة، ورادوا يتحولون من كتل يريدون البقية جرهم وتذويبهم إلى كتلة تجمع من حولها كل الكتل. حكوا هواية بعدالة توزيع الثروات، وكانت مبادرتهم مثل دكة ميت بحسب بعض التحليلات. الصورتين مال النهار جرد عليهم بالليل قبل ساعتين ثلاثة. هالمرة علق السيد الصدر لافتة المعارضة وغمز للقضاء، وحمل المستقلين بعض حمل الانسداد اللافت، انه قال حتى لإنقاذ وطن انتم في حل مني اذا صارت حكومة من صدق. حكومة الكاظمي من جانبها حكت بلغة عتاب وحذرت من النتائج، قالت بكل صراحة ترى راح تعرقلون شغلنا وتخلونا بمواجهة أزمة غذاء عالمية وكل فلس ما بجيوبنا. بيانها تضمن دعوة صريحة للجميع بتحمل المسؤولية. مخلص الكلام والخلاصة، دائرة تتوسع من الصراع بين حكومة بلا أنياب ولا مجلس يتعارك وينفسه، وشعب يدور على خبزته بنص كل هاي المعمعة، ولسان حاله يقول نريد والدرب بعيد. حياكم الله. من جديد لكم التحية مشاهدينا، أناقش كل ملفات هذه الليلة مع ضيفي السيد مهند العتابي السياسي العراقي، وأيضا سيكون معنا بعد قليل إذا وصل السيد حسين السابري النائب المستقل. أهلا بجنابك سيد مهند. صار لك هواية غيبة عنا وعن المسطرة. عودنا إن شاء الله معكم. يسلمك. خلينا نبدي الحوار من تغريدة السيد مقتدى الصدر، تغريدة تحمل بطياتها الكثير من التحليلات والتفسيرات، وكأن لسان حال السيد الصدر يقول عفنا الأغلبية وورا شهر من شكل الحكومة، صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك يا أختي أستاذ أمل وضيوفك القادمين إن شاء الله ولمشاهديكم الكرام. أنا أبدأ حقيقة بمبادرة الإطار، باعتبار هي المبادرة التي أسميها الأوحد. لدينا اليوم في الساحة السياسية العراقية مبادرة، ما عدا ذلك هي عبارة عن مواقف، عن رؤى، عن آراء، عن موقف أزاء موقف آخر. اليوم لدينا مبادرة موجودة، نعتقد أن مبادرة الإطار التنسيقي ما زالت هي الحل لهذا الانسداد، وإن كنت أنا ما أسميه انسداد سياسي، أسميه انقلاب سياسي. راح تقولي لي شلون أجيك بهذا الكلام. اليوم عندنا مشكلة سياسية، والمشكلة معقدة، والمشكلة يعني كل ما نغادر حلها ومو كان ما احنا نواجه 3 مشاكل نصير نواجه 6 مشاكل وعشر مشاكل، والنتيجه قد يصعب الذهاب الى حلول حقيقيه. المبادره موجوده اليوم، السيد اعطى رايه
في أول المسار، يعني أقصد قبل شهر رمضان، ومنح الآخرين تشكيل الحكومة. ثم بعد ذلك هي تقريبا نفس الموقف، أذهب إلى المعارضة، ما عدا أنه أذهب إلى المعارضة المؤقتة. نقوله أن الوضع لا يتحمل حقيقة هذا الكلام، نحتاج إلى أنه تضافر جهود. ست أمل، ما لا يعلمه، ما لا يدركه، ما يتغاضى عنه بعضهم حقيقة، أنه إحنا المقدمات العملية السياسية اللي يسمعنا المشاهد حتى نكون أكو فائدة. اليوم إحنا الحالة المثلى للدولة العراقية أن نكون بأغلبية، هسه سياسية وطنية، الأغلبية عادة تنتج حكومات قوية، لكن إحنا اليوم مقدماتنا العملية السياسية والانتخابية لا تفرز أدوات الأغلبية. إحنا اليوم الأغلبية كنتيجة حراك سياسي وانتخابي تفرض أن تكون هناك أحزاب قليلة، حزبين ثلاثة أربعة، هذه الأحزاب تتنافس توصل اثنين ثلاثة منها، أحد الأحزاب يكون يملك نصف زائد واحد. لكن اليوم إحنا مقدماتنا اليوم وسط 170 تقريبا حزب، وهذا الحزب يتآلف يوصل إلى 11 تآلف أو تحالف أو ائتلاف، سميه ما شئتي. لذلك إحنا اليوم اضطرارا نذهب إلى حكومات توافقية، اضطرارا وليس اختيارا. ما عدا ذلك يعني التوافق يفرض أن يكون الجميع متواجد، خصوصا شو مثل استجد سيد مهند قبل 2018 الكل توافق، كل القوى اللي بالإطار التنسيق الآن كانت تنادي بالأغلبية. شنو اللي استجد؟ المقدمات لم تتحقق، نتائج الانتخابات اليوم ما أفرزت لنا أغلبية واضحة انتخابية، ما حد يقدر يقول عندي أغلبية انتخابية اليوم، ما حد عنده نصف زائد واحد. اليوم عندك الكتل الشيعية هي بين الإطار وبين الكتلة الصدرية المحترمة وبين المستقلين، ثلاث جهات. لكن الحالة المثلى يفترض أنه الكتلة الشيعية تكون كتلة أو كتلتين بحد أعلى، يعني كتلتين السنة الأخوة يكونون كتلتين بحد أعلى، وكذلك الأخوة الإكراد. لذلك الآن نقول أنه ما ممكن أنه يذهب الإطار ويزعل ويقول أنا ما أشكل حكومة، لابد أن يقول الإطار أنا أدخل في تشكيل حكومة، لأن يعني تشكيل حكومة بلا إطار لا تتشكل. وكذلك الأخوة الكتلة الصدرية المحترمة، يعني نعرف كل زين أن الإطار ما يزعل. لا حسنا، ليش أضرب, أضرب 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 لازم أضرب لازم يكون موجود. أضرب المثال بنفسي، أنا جزء من الإطار من يعني التشكيلة السياسية، فأقول ما ينبغي من أن إحنا كإطار نزعل ونقول برا، ليش؟ لأن راح تتوقف العملية علينا. لذلك أنا أفرض نفسي، والإطار مو عيب علي أنه يفرض نفسه في العملية الحكومية وتشكيل الماكينة. لين حسنا نتفق أنه أنت كإطار رقم صعب، وعطلت جلسات مجلس النواب رقم أصعب وليس صعب. هسه هذه ثقة احتداد بالنفس لو شنو اللغة؟ لا، هو الرقم الأكبر، احنا نحكي لغة أرقام. أكبر كتلة انتخابية سياسية اجتماعية جمهور هي كتلة الإطار. مشروعك ما يتناسب ويا مشروع السيد مقتدى، رؤيتك تختلف تماما عن رؤية السيد مقتدى الصدر. هذا سبب الصراع؟ لا، احنا شوفوا يا ست أبي، الخلاصة من تري تطلع من هذه المعمعة كلها وين تروح؟ لا ما نروح، احنا اليوم ما زال الإطار متمسك بتواجد الكتلة الصدرية المحترمة، ويقول ضرورة أن تشترك. يقول لك تعالي ب40، ما اقدر واجهتك بالتعالي ب40. يعني احنا سابقا هذا من التعاهدات السياسيه، نقولها بصراحه، انه اكو تباني سياسي على طول الخط الى حد 2018، عندما كانت اجزاء الاطار تستطيع تشكيل حكومه، لم تمضي بتشكيل حكومه حتى دخلت نواه بابل اللي هي نواه السيد مقتدى في حينه، تتذكرون كانت نواه فندق بابل ونواه اخرى، نواتان، وكنا نضغط. احنا اليوم اغلبيه مع الاغلبيه حقيقة، لكن هل ظروفها متوفرة؟ مناخها موجود؟ ما ممكن. يعني شلون دبرت؟ لا مدبر ماكو، شلون أغلبية؟ ما عندي كتلة نصف زائد واحد. يعني اليوم أنا حتى طبعا بالمناسبة احنا بنقول ماكو أغلبية، قد في مستوى المستويات تتحقق الأغلبية الانتخابية لرئيس الجمهورية، قد تتحقق، لكن لا تمضي حكومة إلا بستة أشهر كحد أقصى. اليوم احنا ما عندنا نصف زائد واحد متماسك. الكتلة الصدرية على فرض وليس المحال هذا أتت وهي جزء ما زال من الإطار، هاي نقطة مهمة، الإطار ما زال يعتبر الكتلة الصدرية جزء منه وكان جزء الكتلة فعلا. الصدرية لا تعتبر نفسها جزء من الإطار، حس إحنا ما زالت الكتلة الصدرية جزء من الإطار، وكانت تحضر اجتماعات الإطار قبل هذه الانتخابات وكانت جزء فاعل وهي ضمن الإطار، والإطار اليوم لم يتخلى ولن يتخلى عن الكتلة الصدرية. هم أقول لك إياها، هذا لا يتخلى ولن يتخلى، لعلمه بأنها كتلة كبيرة محترمة ذات جمهور وذات تواجد، وأنها مفرز انتخابي محترم.
أكثر من 70 نائب ما ممكن أنه تركنا. ثم إحنا إذا ذهب الكتلة الصدرية إلى المعارضة فهذا يعني جزء كبير من الشيعة يذهب والباقي لا يذهب إلى المعارضة. اليوم إحنا ما عندي مقدمات لأغلبية، وفر لي مقدمات لأغلبية، شو راح تقولي لي شنو؟ قانون انتخابي يفرز. اليوم إحنا عندنا مشكلة، الإخفاق هذا سببه القانون الانتخابي اللي حذرنا منه. ست أمل أنتم تشهدون لنا أكون بذلك، إحنا حذرنا قلنا لهم هذا القانون لا يبني دولة. ومفوضية هي غير اختصاص، كلها قضاة الناس محترمين بس مو اختصاصهم، أمور إلكترونية أمور حسابية مو اختصاصه أصلا. فبالنتيجة اليوم إذا يريدون حل جيبوا قانون انتخابي يفرز لنا أغلبية واضحة. اليوم ما عندي أغلبية واضحة، وإن كانت هناك أغلبية واضحة فالوضوح في الإطار ليس ما عدا. مشاهدينا أروح إلى فاصل قصير من بعدها نعود. جديد لكم تحية مشاهدينا، وصلنا ضيفنا سيد حسين الصابر النائب المستقل. حياك الله سيد حسين. اليوم أكو لغة عتاب وربما تحميل مسؤولية لبعض المستقلين أو للمستقلين بشكل أساسي على إفشال مشروع الأغلبية من قبل السيد مقتدى الصدر. كمستقلين شلون تلقيتوا الموضوع؟ شلون قرأتوا التغريدة وخاصة الذهاب إلى المعارضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبة لتغريدة السيد، أولاً سمحت السيد يعني مواقفة معروفة وطنية، واليوم يعني العملية السياسية بها اختيارين، خيار أن تذهب للمعارضة وخيار أن تذهب للحكومة. اليوم مثل ما تعرفون كانت أكو مبادرة، والمبادرة هي خارطة الطريق بالنسبة للأخوة النواب المستقلين أعلننا عنها. بعد يعني العملية إحنا أصلاً يعني النواب المستقلين أصلاً كان أكثرهم كانت يعني ذهابهم للمعارضة الإيجابية معارضة البناء، لكن بعد ما صار الانسداد السياسي مثل ما تعرفون رميت الكرة في ملعبنا. اليوم احنا بعد ما يعني تحملنا هاي المسؤولية بادرنا وحطينا خارطة الطريق ونتوقعها. رميت الكرة كانت حقيقية ملعبكم؟ هسه هي بعد مبينه من التغريده مال السيد، من رد السيد. يعني احنا بينت من رد السيد، احنا كانت يعني رسائل ايجابيه، يعني كان كان متوقع انه اكو قبول للمبادره يعني الحل ونخلص من هالمشكله. هذا يعني يوم 6 أشهر 7 أشهر تعرفين كلها توقيتات دستوريه. اليوم احنا الشعب يحتاج قوانين وقانون موازنه وتشكيل حكومه، هذول كلهم يعني اليوم مطالبين بهم. من حملونا المسؤوليه قلنا يا اخوان هذا الحل، الحل انه احنا نشكل كتلة نيابية واللي يجي اهلا وسهلا به. اليوم تغريدة السيد بها عتب، هذا العتب كان يعني انه انتم مثلا افشلتوا الاغلبية؟ لا وهي الاطار؟ لا 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 حملكم جزء من المسؤولية. احنا اخوة المشكلة من يوم اللي دخلنا بالبرلمان لحد الان هذه المشكلة نعاني منها. يعني اليوم احنا اذا دخلنا تحت قبة البرلمان قالوا تيار، واذا طلعنا قالوا اطار. احنا بالنسبة لنا من البداية قلنا إحنا نواب مستقلين عندنا صبغتنا وعندنا لوننا وعندنا توجهاتنا وعندنا جمهورنا، لكن الظاهر هذا المولود الجديد هذا المستقل الجديد الإخوان ما يعني ما يعرفون شنو طبعه هذا. يعني
بالبداية أخذونا بعين الصغيرة، ما حد قال إن الله الخير، ما حد دز علينا بجلسة، بعدين من شافوا الوضع انسد شمروها علينا. وهذا بعد هاي أمور السياسة يعني ذي نتعلم من عندهم. يقول شمروها علينا. اي والله. إن شاء الله ما ماخذيكم بالعين الصغيرة، لكن العدد هسه اللي نسمع به احنا 43 بين مستقل حقيقي ومبطن، هاي أنا أتمدرب إيها. إيش قد عددكم الحقيقي؟ يعني هو تجاوزنا 40. الإخوان اليوم اللي لا اليوم الإخوان اللي وقفوا الحقيقة مثلا كان يعني مثلا يمثلون مثلا إشراقة مثل 6 وكان نائب أو نائبين الامتداد الباقين. فبال يعني أغلب الجلسات والحوارات وكتابة المبادرة كنا متجاوزين 40 يعني 43 42 يعني بهالمجال. هسه قد يكون الإخوان يعني صرحوا 46 بس ما متأكد من الرقم، بس هو الموجودين وينوبون عن الباقين هو أكثر من 40. لكن يعاب على المستقلين بأنه إلى الآن ما عندهم مشروع، ما عندهم منهاج، ما عندهم مثلا مسؤولية كاملة متكاملة لتبني الحكومة. على سبيل المثال من الكتل الكبيرة ما قدرت تكملها. صحيح. المستقلين بمختلف مشاربهم بل 43 راح يسووها من البداية، هي كانت خطوة إلى الأمام ما كانت حقيقية. لا أحسنت. أولا هم مختلف المشارب مختلف التوجهات، ما عندهم أب سياسي، هم مو كتلة كبيرة. وهذا وتعرفين هاي تجربة جديدة ومن مختلف المناطق المحافظات الاتجاهات، ناس قريبين على العلمانية، ناس قريبين على الدين على الإسلام على المرجع. يعني هسه الدليل على نجاحهم أنه خلال 10 أيام قدرنا نجمع أرواحنا ونسوي كتلة وهو عبرة 40، وهذا مو شيء يعني عادي ترى بالسياسة العراقية. زين، قرار السيد الصدر اليوم تزامن مع مبادرة المستقلين، هو موقف واضح جدا برفض مبادرة. هو تقريبا يجوز فدرد على المبادرة، احنا يعني أنا أفسرها هذا فدرد يعني هسه على المبادرة وعلى الوضع العام، بس مقصودة بها يعني رد بالرفض قصدك؟ يعني أتوقع يعني لأنه أصور كانوا الأخوة في التيار يعني يريدون من المستقلين هم 40 واحد سجلوا أسماءكم وتعالوا. يعني هذا احنا قلنا مو هذا الحل أنه نعطي خارطة أنه تكون 40 مع التيار حتى يكمل 220 أو مع إنقاذ وطن حتى يكمل 220. هذا الحل كان مطروح يعني بالجلسة الأولى والجلسة الثانية. احنا قلنا مو هذا الحل، الحل احنا يا أخوان خلونا على لوننا وعلى توجهاتنا، وإذا عجبكم تجون ويانا وفعلا تريدون تكلفونا بهذا الموضوع. وهسه شلون اخوان كبار وكلفوا اخوهم الصغير، هسه اذا اخوهم الصغير يقدر يحل المشكله شكوا بها، لكن الظاهر يعني ما كل شيء قناعه. طيب استاذ مهند، انه برايك جت تغريده السيد كرفض لمبادره المستقلين؟ لا انا بدي تعليق مهم. نعم يعني ينفع. انا حقيقه اجد حظوة وفرصة المستقلين بالجلوس المباشر مع الإطار التنسيقي لنكون عمليين، وأنا أحرض المستقلين على أي بروباغندا للإطار التنسيقي. تعالوا ويانا فرصة يقولون النصف زائد واحد مالتهم وياكم حقيقة. صحيحة فرصة المستقلين في انا راح اقول لك شلون، بس احنا ويانا مستقل حتى نكون كلامنا. انا وياك عليه. لا انا اقول ليش هذا مدعى، اقول فرصة المستقلين هذا الكيان الناشئ اللي يحتاج أن عوده يشتد، نخشى عليه من التصدعات السياسية. إحنا إخوانهم صدعنا بالسياسة كثيرا، نخشى عليهم منكم. بس هو التدافع، شوف التدافع. إحنا حقيقة السياسة عذرا ما أريد أعبر عن هذا احترام اللي لك أختي ست أمل، دائما أعبر عنها بلفظة أخرى. السياسة ليست طيبة بالعراق. اليوم المستقلين بيهم صبغة مهمة، هم قريبين علينا، أقصد قريبين علينا اجتماعيا. أكثر المستقلين هم من أبناء الوسط والجنوب، يعني هم بشكل أو آخر هم مكون صدر مين. لا اسمعين لا ما نرد عليك لا إثبات إثبات الشيء لا ينفي ما عدا. أنا جاي أقول السيد السعبري وأخوان الموجودين يعني العدهم عدنا بالنتيجة. زين العدهم عدنا يعني من يصير رئيس وزراء منهم فاحنا نعتبره من عندنا، ما عندنا مشكله. يعني الاطار اليوم ما عندنا جزء من الاطار متحمس ان يقبض على رئاسه الوزراء، هاي نقطه تكون تفهم بالاطار.
ما عندنا اليوم جزء متحمس ويستقتل ويقول أنا في مفترق طرق، أما أن يكون رئيس وزراء أو لا، هاي ما موجودة بالإطار، هاي ما موجودة. لذلك ليش أشجعهم الأخوة المستقلين على مبادرة إطار؟ فيها النقطة الأولى وهي نقطة شنو؟ تعالوا نجلس ونتحاور. كل قضية إذا ما بيها تحاور مباشر هي عقيمة، نجلس نتحاور نفكك العبارات نوصل، هاي واحد. اثنين مبادرات مع بس استكملها أرجوك. اثنين مبادرة الإطار وضعت الحصان قبل العربة وليس العكس كما حصل من أخطاء سابقة. إيش قالت؟ نضع نحن مجموعة، مو إطار، نحن مو أنا، نضع مواصفات رئيس الجمهورية المطلوبة ثم نحدد من هو من تنطبق عليه. وكذلك فعلت المبادرة بوضع مواصفات مرحلية لمن؟ لرئيس الوزراء، ثم عقبتها بماذا؟ تعالوا يا مستقلين فلكم الحظوة بذلك، قدموا مرشحكم وأهلا وسهلا بكم. هنا بس نقطة ليعلمها الأخوة المستقلون، ولست بمعرض يعني أعرفهم وأعلمهم، حاشا لله، بس أنا شنو جاي أضرب لايتات كاشفة. أنا أقول اليوم في مشروعكم الموقر، أنا ما طلعت على تفاصيله يعني أعتذر، خاف أكو عندي صرف فيهم خاطر. المشروع للمستقلين اليوم أول ما يصطدم لا يستطيع بمفردهم تشكيل رئيس وزراء، أولا لا يستطيع شنو تسجيل كتلة أكبر، فلا بد أن يتمترسوا. فأقول لهم تمترسوا بمن؟ بالإطار، فهو أقرب بداية. إحنا تشخيصنا صار حقيقي، هسه هاي دعوة واضحة وجريئة، صار من صراع كتل كبيرة إلى صراع بين هذه الكتل الكبيرة على ذولة 43. لا 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 لا، شو القرار صدر؟ شفتكم علينا عمي، إحنا جاي نقول فرصتكم مع الإطار، تعالوا وتحاوروا ونأمل من الجميع ألا يدير بظهره إلى الكتلة الصدرية المحترمة، ننضج مشروع ونقول لهم. هذا مو رأي الإطار، هذا رأيي أنا كمهند العتابي، أقول الفرصة الواضحة للمستقلين مع الإطار حقيقة، وأنا أضمر ما أعلمه، فرصتكم مع الإطار، أخذوا رئيس وزراء أعتقد تأخذون، مو بعيدة عليكم، لكن شكلوا لا، أكو رئيس وزراء تأخذ هاك لا هناك، بوي أنت يهدز علينا أكو رئيس وزراء تأخذ بلغته ولو خلي أداخل أستاذ حسين، يعني يهدز اليوم سيد مهند عليكم. أستاذ مهند يعني هي اكو شغله، احنا اكو فد شيء ثبتناه من البدايه انه ما نريد ان نرجح كفه على كفه، الاخوان اثنينهم اخواننا، ونعرف حفاظا على السلم الاهلي، حفاظا على المكون الشيعي، احنا عندنا يعني ثوابت ومبادئ دخلنا عليها، لكن الاخوان الاشكال يمهم مو يمنا الحقيقه. احنا من البدايه اعلنا قلنا يا ترى احنا ناس رايحين للمعارضه الايجابيه، اذا كلش مكنونا يا عمي، احنا نريد بس تمكين اللجان النيابيه، رئاسات اللجان حتى حصلتوا شيء من اللجان؟ يعني زياده لا، بس التقسيم هسه تعرفون هو لحد الان بس عادل لذيذه التقسيم، لا 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 يعني الحمد لله كانت يعني بالبدايه بالجلسه الاولى كانت اكو اشكال، لكن هذه المره كملوا التقسيم ورجعت الحصص، وبالاخص حصص المستقلين لا باس بها يعني جيدة. السيد مهند يقول لك يعني فرصتكم مع الاطار التنسيقي، يعني احنا فرصتنا مع العراق، مع الوطن، مع الكل، اشتغلنا احنا الاخوان الطرفين وصلنا لهم يعني، اما بالاطار او التيار، لكن احنا ما مو احنا ما ذاهبين احنا نريد رئيس حكومه، هم اليوم كلفونا يعني اذا 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 مبادره الاخوان بالاطار او تغريده سماحه السيد صدر فهي مو هذا يعني اعتبرناها شلون تكليف، والا انا اليوم ما رايح اريد رئيس حكومه، وحتى اليوم من قلت بالمبادره ما خليت اسم رئيس حكومه، قلت يابا مواصفات رئيس الحكومه، ان يكون نزيه، ان يكون كفو، ان يكون عنده خبره، ان لا يكون جدلي، لان هو رئيس حكومه للعراق، مو جايبه بس الي للمستقلين. ما اجانا رئيس وزراء جدلي، الله تكبر، الكل متفق عليه، هاي مو يعني اكو شروط يعني موجوده بروتوكوليه، هسه هذه نزيه ومدري شنو عراق وام عراقيه. احنا يا وحده منهم، احنا كنا حاطين لا يملك جنسيتين، طلعوا كلهم يملكون الاخوان جنسيتين، وشلنا من السطر هذا. ليش شلتوه؟ والله مو انت مشكله يعني، انت يعني حتى تحكي الواقع، حتى تسولف ويا الاخوان، حتى احنا ليش قلنا يابا هذه خارطه الطريق، هذا الحال واقعي، لا خلصنا، لا ما تكون عندك جنسيتين، لا جنسيتين خلي تنازل، لا مرات تتنازل يعني اكو يعني سبب يخليك تتنازل، اكو مصلحه عامه تقبل بجزء من التنازل حتى تفض المشكله، تقبل بجزء من التنازل. استاذ مهند اذا التنازلات كانت عادله فلا باس بها،
شنو العادلة بالنسبة لك يعني؟ يعني اكو تنازلات ما تخالف. صار لي على إطار الإطار أنا جاي أقول ما زلت أقوله بصوت واضح ويمكن ما حد يتكلم بهالصراحة والجرأة. أقول الإطار مبادرته ناضجة وعلى الكتل السياسية أن تقرأ وتتمعن في مبادرة الإطار. خذيها مني هاي تنبؤ، سيرجعون يوم من الأيام ويقولون مبادرة الإطار إن شاء الله يمشون بها بجزء من عندها ناقشوها، راح يكونون هي المرحلة. مبادرة الإطار ست أمل ويعلم الجميع لم تكتب بنفس حزب ضيق، أنا أعلم ذلك من قريب، يعني لم تكتب على أساس فص القاط على المندقمة، لم تكتب، كتبت بالتجرد، رفضت. هو هذا أنا جاي أقول مو سهل، الرافض عليه أن يأتي بالبديل. أنا ما يصير اليوم أرفض مبادرة دون إجاك بحكومة أغلبية ما قبلتي، إجاك بحكومة. أنا قلت لك أنا اليوم أتكلم صدري قح ما قبلت، إجاك بحكومة مستقلين ما قبلت. ما ممكن أغلبية، ما ممكن. أنا قلت لك أفضل حكومات هي الأغلبية، لكن هل ممكنة التطبيق؟ أنا ما عندي اليوم مقدمات. انطوا دورة، انطوا وقته. ما يقدر، خليه ما يقدر، بس انت طيب سنتين هاي صار لك 18 سنه، واذا احترق العراق علينا وانت جاي تشوفين اليوم احنا اكو كلام بهذا. شفت انت يوم الحكومه شلون نجت وزير الماليه، احنا امام مرحله صعبه جدا لا يمكن ان ينفرد بها شخص او كتله او ائتلاف ابدا. باكر عقبه اذا خرب العراق عد والله شنو اعطيناك فرصتك وعطيتنا فرصتنا، ما ممكن ما ممكن ما ممكن. اذا ارادوا اغلبيه في الان شنو هواجسكم من يخرب العراق؟ يعني يخرب على الجميع. شوفي ماكو رابح في هذه الصفقة، ماكو رابح في هذه المعركة، الكل سيخسر. لا احنا جاي نقول احنا عندنا تشوه في خلقة البنية السياسية، تشوه حقيقة، وعاها نقول مريضها مستديمة تكون. اليوم عندنا قانون انتخابي، لذلك ندعو الأخوة ونجدد دعوتنا، وهذا قرار أيضا صار في الإطار التنسيقي، ولست متحدثا عن الإطار، وهي قناعة عند الجميع. اليوم الأخوة المستقلون المحترمون حققوا أصوات ممتازة، لكن جد مقاعدهم شيء ما يشبه شيء. الإطار التنسيقي تجاوز 1,000,000 صوت، في حين عدد مقاعده لا تتناسب. لذلك أولى خطوات الإصلاح تعديلات دستورية، تعديلات دستورية على القانون، وهذا الحكي حكينا به هواي. إيه خلي يعدلون بقناعة. أنا يعني كنت قريب جدا. خارطة الانتخابات الجديدة ما عجبتك، مو معناها لو لا مو ما عجبتني، لا مو ما عجبتني، ما عجبت العراق هاي بالنتيجة. شوف الانسداد اللي صار، ايش عليه العراق؟ العالم قاعدة منتظرين سعر الطحين يقل والدولار ينخفض شوي. انتخابات مزورة ونحن فقط الظاهر، بس احنا نقبل بقرارات المحكمة الاتحادية، بس احنا المقارين قبلوا العالم، قبلوا كلها قبلت. وهاي هاي شوف المناوشات وتحميل المسؤولية وتقزيم المحكمة، المحكمة الاتحادية قراراتها بات كردستان ديش ما تعترف، واليوم طبت لي على كركوك الجيش مرقة، والقرار ضربوها عرض الحائط، وأنا موجود وياك تذكرين قلت لها هل تسمح خالة ثلاثة؟ لا دائما أكررها هذا الرجل الله يذكره بالخير. واليوم رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة في طيات كلامه يرفض ويعتب ويحمل مسؤولية بالنتيجة، وكذلك وزارة المالية، كأنما المشكلة مو إخفاقهم هم. ونعم الله على الرقابة المالية كشفت لنا المستور، ترى الرقابة المالية كشفت لنا القضية، دزتكم يا أنا بالفرات بالبداية قلت لكم الرقابة المالية هي كشفت المستور، إخفاق وزارة التجارة البائسة، الوزارة اللي حقيقة يعني تعبتنا كثيرا، وإذا بي الدولة ما بيها خزين، لعدتهم إن من ماخذين فلوس، إن من ماخذين الوزارة إن من متواجدة. فبالنتيجة اليوم إحنا في وضع خطر لا يتحمل التراشقات السياسية والتدافع. لنقول أبني وحدي، نبني سوية، وإذا أردتم أغلبية فالآن خلي يصير تباني سياسي وتعاهد سياسي بأن عدلوا قانون الانتخابي بما يفرز أغلبية وليس الصبح ببعيد. طيب خلينا ننتقل مع حضرتك سيد حسن لمبادرة المستقلين، ما رأيك راح تلقى القبول من كل الأطراف؟ يعني احنا كنا بالبداية الحقيقة يعني حصلنا على رسائل إيجابية قبل إعلانها، تعرفين يعني عندنا مجلسات وصلنا للأقوى بالإطار، التيار كانت أكفد نوع من الإيجابية يعني نوع من المقبولية. هسا احنا شكلنا لجنة ولجنة راح تتفاوض وتشرح المبادرة، تشرح خارطة الطريق ونشوف النتائج. لحد الان يعني لا تنسون هو اليوم اعلنها زين، فما ندري يعني مدى قبوليتها عند الاخوان. هسه قد يكون انا اتفق استاذ مهند عفوا الاطار يعني
خد شبه موافق او يعني لان هو اكو مبادره وهم الناس اصلا مكلفين بهذا الموضوع فتقريبا قريبين يعني اطار احنا كان الشغل وهذا مع التيار يعني. طيب يعني هسه احنا بوضع انه ذكر ووصف السيد مهند بانه هو مو انسداد سياسي انقلاب سياسي. السؤال اللي طرح نفسه بقوه، شنو الجديد اللي قدمته مبادره المستقلين؟ وهو شوف هذا تراكم مشاكل يعني سمعنا انا اقول له استاذ مهند اليوم احنا صار لنا 17 18 سنه احنا مشكلتنا لو كل احنا نروح بالحكومه وكل احنا نروح معارضه وبالتالي هذا التردي بالخدمات بكل يعني بالامن الوضع الامني بكل المجالات احنا يعني هم اعلناها طبعا مناسب احنا مو مع حكومه توافق لان حكومه توافق هذا اللي وصلت لنا مع حكومه اغلبيه بس اغلبيه ان تمكن المعارضه المبادره اجت يعني نتيجه انسداد ما اجينا احنا بادرنا من كيفنا نحن يكون انسداد واكو شبه التكليف انه الاخوان نزلوا مبادرتين واجينا قلنا يا ابا اذا تريدون هذا الحل احنا ما نريد نرجح احد على احد قالوا هاي انتم هم رجعتوا للتوافقيه قلنا عمو مو التوافقيه احنا نعرف وضعنا بالعراق نعرف الوضع الشيعي نعرف انه هذا رئيس الوزراء لازم من المكون الشيعي لاني ما نقدر ننكرهن لاني صار لنا اعراف عندنا صح فكون من تحط حل تحط ذني الثوابت وتشتغل عليها سوينا هذا الحل هسه اذا قبلوا اهلا وسهلا اذا ما قبلوا بعد يم حتى لا يكون الناس بدات تفهم انه المشكله يم المستقلين ليش ما دخلتوا ليش ما يعني مو هذا الموضوع الجمهور بدأوا يوصلوا له افكار يوصلوا له صوره انه يريدون يعصبوها براس المستقلين، انتم عمي الاطار صار لكم 18 سنه تحكمون وانتم التيار وياهم احنا اول سنه يعني بالعكس تمكنونا حتى نقدر نشتغل. برايك ال 43 ممكن انه يتمكنون بالبرلمان؟ والله اذا كانت اكو جديه انتم اول باص انضربتم من السيد مقتدى الصدر شو اذا 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 اكو جديه بعد سلم لي اذا اكو جديه ان شاء الله اذا اكو جديه من الاخوان احنا جادين احنا الفرق اللي خلانا لحد الان واقفين بهذا المكان خلينا نقول يعني ما لقوا تسعيره للمستقلين لانه هواي تعبوا وياهم هواي رادوا يجرجرون الاطار ورادوا يجرجرون التيار فهذا الموضوع انا المعلومه اللي عندي تقول 21 او 20 هواي الاطار التنسيق من المستقلين لا هو شوف اختي بالنسبه للمستقلين يعني اذا تيجي تقسميهم صحيح اكو قريبين مو ذايبين ويا الاطار واكو قريبين على التيار واكو بقوى وسط لكن لا بس انا اسال سؤال سولف لي هاي القريبين والذايبين هاي فهمني اياها هسه انا اقول لك شنو احنا خلال هاي الاسبوع 10 ايام من اتفقنا اليوم اذا تشوف ويا بالمبادره اذا طلعون صورتها راح تشوفين واقف اللي كان دخل ويا بالجلسه اللي ينحسب على التيار وواقف بصفه المستقل اللي ما دخل بالجلسه هذول الاخوه نقيضين المفروض ليش اجوا وقفوا؟ اليوم شافوا ارواحهم كلفتهم العالم اكو تكليف وطني اجوا وهذا يعني معناها ترك لا قال انا ويا التيار ولا هذا قال انا ويا الاطار كل احنا قلنا ويا العراق اجينا لملمنا ارواحنا وخلال فتره يعني 10 ايام مو فتره طويله وهيئنا مبادره واستعانينا باخوه خبراء وسياسيين وهذا وقلنا عم تفضلوا هسه اللي يريد يجي للحكومه اهلا وسهلا واللي يريد يروح للمعارضه بدون اقصاء هم خليه يروح المعارضه بس ما صحيح وما نريد نرجح كفه عليه طبعا تدري تقول ما نريد نرجح يقول لك انت اطار تقول يا اغلبيه يقول لك عم انت تيار احنا نريد من الاخوان قول النافع قول النافع ما لك علاقه لا قلنا قالوا شو يسموها ذاك اليوم انا بحدى الفضائيات قلت لهم عم نسميها حكومه اتفاق هسه لا توافق ولا اغلبيه استاذ مهند الموالات والمعارضه هسه والحكي ويجي بركه تروح معارضه ومعارضه السيد مقتدى الصدر بالبرلمان ستؤتي باكلها راح تعقد للمشهد شلون نشوف الايام القادمه خاصه هاي ضمن التشوهات احنا عندنا التشوهات قلت لك بالبنيه السياسيه احنا يفترض المعارضه هي معارضه بناءه ليست معارضه تسقيطيه تتبع اثرات الحكومه يفترض المعارضة تتسلح بأدوات المعارضة بأن تكون ضمن الهيئة الرئاسية هذا واحد كنت تكون باللجان الرقابية وقتها مناسب؟
هاي المعارضة احنا من نتحدث مو عندنا اشتراك لفظي احنا نسميه المعارضة مالها انت تقول لي معارضة بأدوات وبشأنية حتى يعارض لينتج ومرة انت تقول لي المعارضة واقعد بالفرات وبالقنوات وبالصيح وبالسولف هاي مو معارضة بالسولف المعارضة تعطيني أدوات لذلك على الجميع أن يجتمع على الجميع على الجميع هاي طبعا ضمن مبادرة الإطار خاف من مفهومه على الجميع أن يجتمع يضع المواصفات يضع الاشتراطات للحكومة ينطر رأي الجميع ثم بعد ذلك اللي يريد يشترك بالحكومة فحياه الله واللي ما يريد يشترك شو نقول له هذا سلاحك وهذا الميدان روح عارض هذه المعارضة تنتج أما المعارضة الأخرى اللي بالعراق ما جاءت تنضج عفوا اللي هي جايت يعني الشرسة المستمرة هي المعارضة اللي شنو أدفعة فهذا من أدفعة يظل شنو يريد يحاول إسقاط الحكومة هاي إسقاط الحكومة إسقاط للدولة تدرين إحنا يوم من الأيام يعني في قضية الكاظمي إحنا تدرين همنا إحنا تكلمت فيه بصراحة قلت إحنا مو في حال الحكومة وصل الخطر إلى الدولة العراقية وصرنا نرضى ونسكت عن أمور إحنا نشوفها خطأ جاي نشوفه خطأ ولا شنو هالتكاليف والأمور والكذا لذلك اليوم على الجميع أن يجتمع وهذا الكلام خلينا نتكلم بالتجرد هذا الكلام إذا صحيح فلا ننظر لمن قال انظر ما قال هسه احنا جاي نقول هذا الكلام لا تقولون هذا كلام إطار أو كلام مستقلين أو كتلة صدري هذا كلام صحيح يا جماعة الخير لو لا إذا صحيح اجتمعوا كلكم بدون يا لا حد يقول انا اشترك ما اشترك يا بشنو نحتاج من رئيس الوزراء نحتاج رئيس الوزراء طويل اسمار سمين ضعيف طول مواصفاته شنو اللي نحتاجه شهاده جامعيه مثلا كفاءه سياسيه استقلاليه شنو اللي نحتاجه اقتصادي عسكري منظمات الدول تخلي لها قاده عسكريين بسبب وضع شنو وضع امني ومرات يحط لك لا تجيبوا لي قائد اضطرارا كما حصل بالسيد الكاظمي واحتراماتي إليه مو يم السالفة الرجل ترى الله وكيلكم مو يم السالفة فبالنتيجة ضعوا لي المواصفات كلكم حتى باكر عقبة لا حد يقول أقصوني معلية شعلية المعلية وشعلية ما تبني دولة لا علي وشعلية ما دامك أنت ما دامك متصدي أنت مسؤول علم تحمل المسؤولية هذا فبالنتيجة الكل يجلس يضع المواصفات بالتجرد بعد ذلك يا جماعة وضعنا المواصفات جيبوا رئيس وزراء أنا أقول لك المواصفات إذا ما تتبنى جهة أنا بعدين ها راح تجي تتبنى جهة معلية وش عليها وكلها قاعدة وجهة مثل ما صار بحكومة لا 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 تتبنى جهة حكومة عادل عبد نقطة المالي. مهمة أشكرك ست أمل تتبنى جهة وترفع راية وتقول هذا أنا أتحمل ما تتبنى جهة لا يعيدوها علينا أنا واحد من الناس والله أوقف لهم بالطريق توافقية شو لا توافقية يقول نحن الموقعون أدناه فلان وفلان رئيس الوزراء احنا نتحمله لا يقول ما عليه اذا قالوا ما عليه يعني حقيقه وضعنا من اللي راح يقبل انه لا لا هو هيك نحن الموقعون لا لا اليوم هذا ضمن مبادره الاطار تتحمل الجهه مسؤوليه ثم يخرج يعلن عن معارضه حتى اللي يعلن عن معارضه لن نقول له روح يعلن نفسه وياك. معارضه ما يروح ما ياخذ لا وزاره ولا مفتش لا ما يقدر ولا وزير ما يكون ممكن ولو ممكن ياخذ رئاسه لجان برلماني نزاهه طبعا نزاهة. ممكن هو المفروض يعني هسه المعارضه اذا تريد لكن احنا درسنا المعارضه غير شكل لا. انه يطلع بس بقلمه وقاعد ويكتب شلون يعارض المعارضه يعني لا المعارضه انه ما ياخذ لا منصب ولا شيء هاي المعارضه تكون ياخذ منصب بالحكومه التنفيذيه ايه الرقابيه بس مو هو ماخذ لي وزاره لا ما ياخذ وزاره احنا نقول لا ياخذ احنا ومن اللي راح يتنازل على الوزاره؟ يعني هسه خلينا نسولفها نفس ما هي بين اطار وتيار من اللي راح يتنازل عن وزاره؟ لا هي لا للعلم هي المفروض تقسم حكومه تنفيذيه ومناصبها بالكامل تاخذها جهه والجهه الثانيه تاخذ معارضه المفروض اصلا المعارضه تاخذ حتى من رئاسه البرلمان يعني لو التقسيم صحيح من الهيئات الرئاسيه البرلمان تنزل استاذ مهند استاذ مهند تقبلون كاطار اذا رحتوا معارضه احنا الاطار هسه ما جاي يقول بس اعطونا الحكومه جاي يقول رتبوا شكل الحكومه وبعد ذلك اللي انا اسولف عن وزارات تتنازلون عن حصصكم اللي يختار اجزاء من الاطار اعلنت انها لن تكون في الحكومه اعلنت من الان من اللي أعلن؟ من الآن أعلنت أجزاء في الإطار. سيد عمار الحكيم قال أنا لا معارضة ولا مع الحكومة. للبداية. تقريب وشاط. يعني مو مع الحكومة. مو مع. لا حكومة لا مع الحكومة ولا ضدها. ولا ضدها. ولا ضدها. يعني شنو؟ أريد أبني دولة. يعني أريد أبني دولة. أي منو غيره؟ أعطيني غيره. منو غيره اللي يتنازل عن. جزء ولا مو جزء؟ أسأل ليش؟ جزء ولا مو جزء؟ لو مو جزء من الإطار. أي تمام تمام. إحنا جايين نقول اليوم دكملوا
دكم للحكومة، وبعد ذلك قد تكون المعارضة هي أدسم للكتل السياسية. ترى بالمناسبة مو دوم النجاح السياسي بمن؟ بل الحكومة، بل أنه الشارع العراقي يحب المعارضة، يحب المراقب، يحب المراقب. أي واحد هسه يصير مفتش هسه أنا مهند العتابي أقرب للناس من غير إخواني خطية اللي الله ابتلاهم من واقع التنفيذية. ليش؟ تعتبر الناس أنا سولف مو ذاك، قد يكون التنفيذي أفضل من عندي، اشتغال نجاح تحمل مسؤولية. طيب. دائما الناس تحب اللي تدافع عنها، مطلب الطالب لها وكذا. لذلك حتى الأخوة المستقلون المحترمون أحد أسباب نجاحهم شنو؟ كنتم في المعارضة الشعبية. طيب. بالحديث عن المكاسب والمغانم والمعارضة والموالاة، خلينا نسولف شوية أو ننتقل بهذه الدقائق الأخيرة على قانون الأمن الغذائي اللي كان من المفترض أنه يكون هو يحل إشكالية تأخر تشكيل الحكومة والموازنة، لكن على النقيض أيضا ربما سيكون باب من أبواب الفساد بالورقة والقلم. 9 مليار الجيب وصل شاء الله بالورقة. 9 مليار ما شنو؟ من تحسبها؟ لا مو 9 مليار. لا تقول تصدمني، لأن أنا حسب الحسابات البسيطة. أنا بالنسبة لي ما يعني أسمع أكتب أجيب حاسبتي وكذا. زين. حسبتها قيمة المبلغ المرصود الذي تريد أن تأخذه أو يأخذه هذا القانون اللي انتهى هسه يفترض ما نتكلم به 36 من أربعة موارد في المادة الثانية. قيمة المبلغ يساوي طبعا 25 تريليون يريد من وزارة المالية، 10 تريليون قروض، وحسبت 5 تريليون من الهبات والكذا واي جهة اخرى. هاي رابعا طلع عندي 36. ايش قد طلع؟ لا مو طلع 6، يطلع عندي فوق ال 40 تريليون. انا عندي طلع 6 تريليون زين، فوق ال 40. عفوا فوق ال 40 تريليون. ليش 36؟ شلون 36؟ هيك حسبتها. شلون 25 وزارة المالية؟ ايه. هذا القانون موجود. اي 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 هو 10 و10 شو اسمه القروض. هاي 6 هاي فقرتين، هن 4 فقرات. هبات الهبات الاخرى انت قيمتها ايش قد؟ هبات وقيمت من جهات اخرى. هي الجهات الاخرى انا حسبت لها تريليون، انت ايش قد؟ لا انا حسبت انذني 5. اها 5 من اصل 40 يعني بالنسبه للتناسب 5 يعني 40 تريليون. ترى ما جمعت الاطار. ايه 40 تريليون. لا هي اكثر من 40 تريليون يعني انفينيتي، يعني هي من جهه هو انتهى. فلذلك احنا خلينا نتكلم بما هو نافع. استمح يعني مرخصتك ومرخصه السيد الاخوي. اقول اليوم احنا يعني حقيقه الحكومه العراقيه احرجت المشرع واحرجت المتصدي. احنا اليوم امام طارئ، خل تسمع الحكومه، طارئ غذائي، وامام نفترض ندخل انذار جيم. اخواني الغايه لا تبرر الوسيله. ذول الصعاليك كانوا يبقون بالليل حتى يعطون للفقره وين؟ بالنهار. هي مو انا طلع فقير الله يدخلني بالجنه، ابويا والله ما يدخلك الله بالجنه، انت كنت تبوق بالليل، تبوق تسرق. فبالنتيجه اذا همكم على عيالكم فلا يجوز لكم ان تسرقوا وتضعوا، لان هاي السرقه ما تصير، انت جاي تسرق هم من انسان مو تبطل انسان. احنا جاي نقول الآن نحتاج إلى أمور. أنتم اليوم المحكمة الاتحادية قضت بالدستور العراقي وواضح، والنظام الداخلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 واضح أدلهم على فقرة في شو اسمه أعتقد المادة 42 اللي هي تقول لابد من يعني ديمومة انتظام واضطراد. ذني لفظتين تحل لنا شنو مشكلتنا الغذائية. نحتاج رصد مالي، الحكومة عندها متنفس تاخذ فلوس بموافقة مجلس النواب، وما راح يرفضون. اذا اجى مجلس النواب قال لهم يابا حتى احافظ على انتظام واضطراد اللي هي مادة قانونية هاي، واضطراد الدولة العراقية احتاج 3 تريليون مجلس حتى اشتري بها حنطة. مجلس النواب شو يقول لهم؟ الله ومحمد وعلي وياكم احنا. القوة الرافضة لهذا القانون مهند، القوة الرافضة لهذا القانون منين تتخوف؟ خاصة أن الحكومة قالت هو مو بديل عنه. أنا أقول لك أحس إحنا من القوى السياسية اللي نتخوف من عدة. 35% هو للغذاء، 65% شنو؟ وين؟ كهكهة ومشاريع وسوالف. مشاريع حقيقية لو مش مدري مشاريع جديدة، مش مدري شنو مشاريع جديدة. 65% مو للغذاء. أنا احتياجي غذاء، وخلنا أسلم احتياجي شنو؟ أمور طارئة للصيف عن مود غاز وكذا، تدري عن مود الطاقة الكهربائية. فلذلك خل يحدد مبلغ الآن باكر. يحدد مبلغ ويعرض. التحذير اللي اجى على الطاقه الكهربائيه معناها انقطعت الكهرباء؟ لا يخافون الناس اليوم. انتم لا مو الناس، لا رحمك ولا خلي رحمه الله تنزل عليك. هو حذر بعد، هو لما يحذر الطاقه الكهربائيه مجلس الوزراء ليجتمع يوم غد ويطلب منحه سلفه باي تعبير اخر ما يردون. احنا نعطيهم، انا اتكلف لهم وببلاش اجيب لهم مخرج قانوني
ومجلس النواب يصوت لهم وينطيهم حصانة قانونية. طيب. بل أكثر من ذلك، حتى التجاوز القانوني نوبات يصير ممدوح بمن إذا أنت لأجل بلدك، بس ضمن أطر محددة وصحيحة وسليمة. طيب أستاذ حسين، شلون نظرتم هذا القانون؟ عندكم بدائل طرحتوها؟ من البداية طبعاً مناسبة، إحنا أكثر النواب الأخوة المستقلين كانت مداخلاتهم هذا رفضوا القانون لأنه هو مخالفة دستورية ومعلومة هذه، وكان متوقع. ويعني إحنا عندنا شنو اللي كان متوقع؟ متوقع رفضه، لأنه أكو اكو يعني دعوه، هو شكلا مرفوض، مرفوض شكلا يرد شك، يعني قاموا دعوه بالمحكمه الاتحاديه، وهذا هاي نتيجتها. يعني هي مشكله، انت هذا القانون احنا صحيح اليوم محتاجين، شعبنا محتاج مثل ما تفضل استاذ مهند، عندنا طبقات هشه نريد نمشي وزاراتنا، نمشي الكهرباء والغاز مال الكهرباء، لكن مو معناها اجي افتح باب للفساد. ارقام خياليه، أرقام ما أنزل الله بها من سلطان. إحنا طبعا مناسبة الإخوان اللي يعني صوتوا عليهم هاي الخمس ست أيام الأخيرة، هذا الأسبوع اللي كانوا ما صوتوا عليهم بالبداية، كان عندنا أربع خمس نواب دخلوا باللجنة المالية، ما تعرفون يعني إيش قد صارت الجلسة الأولى والثانية. اي فصوتنا عليهم ذاك اليوم، فهاي الايام هم طبعا حضور مستمر وتغيير بالارقام ومناقلات، وكل ما يجون يسولفون لنا الارقام يعني يقول شيء بالراس. زين شنو البدائل؟ البدائل اكو عندنا صاروف على 1/12، اكو هاي شغلات 1/12 مستمر، ما عندنا مشكله. لا يطلب يعني سلفه، يطلب رخصه، يطلب اي شيء. شنو اول سنه عندنا تتاخر الموازنه؟ هو يا سنه نقرر بالعراق موازنه انقرت بشهر الرابع او الخامس. طيب مو شغله جديده. القروض حل جذري ولا تقيعي؟ القروض اللي موجوده بال يعني انا ذاك اليوم قعدت مع وكيل وزير التخطيط، هسه اكو عندهم قروض مثبته وعليها فوائد، ويعني احنا ملزم العراق بالاستمرار بها، واكو هبات. وشنو اللي يمنع ان تكون هذه القروض يعني باب من ابواب الفساد بها؟ من يقول؟ لا هو تناقض، هسه هذا قروض للبنى التحتيه ولل لا هو تناقض. انا القانون هو 10 مواد، قعدت لفلس تتفلس في المادة الثانية ثالثة يقول نقترض بما لا يزيد عن 10 تريليون، ثبت شنو نقترض في المادة الثالثة يمكن رابعا بما لا يزيد عن 10 تريليون، في المادة الثالثة يمكن رابعا يقول أبواب الصرف، مو أبواب الصرف ونسبها، يقول سد القروض. قلت لهم هاي صارت مثل ذاك، يقول بالدين نسد الدين والدائن يردون. ما يصير يا جماعة، يعني أنت بالمادة الثانية تداين، بالمادة الثالثة شنو سد الدين؟ ماكو هيك يعني. هسه انا ما اعرف هذا الكتابه، ما انتبه. وانا ذاك اليوم قلت ثاني، يعني قعدت ويا وكيل وزير التخطيط، قلت له انا ما اعرف يعني اليوم عندنا انتم كل احنا نقول عندنا وفره ماليه، عندنا نفط يعني نبيعه فوق ال 100 دولار، عندنا واردات. هذا وين يرحم؟ بس انا ادري انت جاي تقول لي اريد اتقرض من جديد، روح فوق دياناتك عمي. يقول لا مو هاي، احنا قروض واحنا ماخذيها وعلى يعني نسب بسيطه، ارباح بسيطه، واحنا نحتاجها للبنى تحت يعني بناء المحطات الكهرباء، بناء يعني هسه يبوبوها من هذا الباب. هي ما تخلص. شكرا جزيلا السيد حسين السابر النائب المستقل، شكرا جزيلا جنابك، شكرا سيد مهند العتابي السياسي العراقي، شكرا لتلبية الدعوة. مشاهدينا شكرا موصول لكم على حسن المتابعة، اشوفكم مباشر ان شاء الله بحلقة جديدة من على المسرح. تصبحون على خير.